أريد أن أنوه على شيء مهم جدا. لطالما يعني أو خطر في ذهننا أن الإمام سلام الله عليه لم يحمل سيفا في المعركة، لأنه ماذا؟ باعتبار كان عليل، لا بأس بذلك، كان عليل. لكن إن وجدنا في التاريخ أكثر من 4 أو 5 روايات على حد يعني اطلاعي، يعني أنا ما أقدر، جزء أكو أكثر، تدل هسه بالنص بالصراحة أو مثلا بالإشارة على أن الإمام السجاد قد مارس دور حمل السيف داخل أو أيام أو اليوم العاشر من محرم. هسه أنا بعد ما أنطيك الرواية أو تقبلها ما تقبلها وجدانا أنت ابحث عنها، لكن هذا وجود الشيء يعني أنا مو رأسا أرفضه، لكن من المحتمل وجوده. الفضيل ابن الزبير الأسدي له كتاب تسمية من قتل مع الحسين من أهل بيته وصحبه وشيعته، يقول كان الإمام عليلا فارتث في المعركة وأخذ منها. ما هو معنى الارتثاث؟ ارتث، كتب اللغة هكذا تقول، الذي أثخن بالجراح داخل المعركة ثم أخلية أو سحبه مع شنو؟ وجود رمق الحياة فيه. بالنص دلالة واضحة لا تحتاج إلى يعني فك هذه الإشارة. طبعا من أصحاب الباقر سلام الله عليه ومن أصحاب الصادق هذا الفضيل ابن الزبير الأسدي. هذه الرواية الأخرى ابن شهر أشوب بالمناقب يروي هذه الحادثة، يقول جاءوا بعلي وألقوه في الفسطاط الذي توجد به أمه. من أمه؟ يقول شاه زنان. من أم علي الأكبر سلام الله عليه الذي قتل في المعركة؟ المعروف ليلى العامرية، أو بعض الرواة تقول برة بنت عروة الثقفي. لماذا قال شاه بن زنان وهي أم الإمام السجاد عليه السلام؟ إذن قد يكون قد وقع يعني سقط شيء من الرواية، باعتبار أن الذي وضع أو وضع قرب الفسطاط، وهكذا تقول الرواية، أن ذهلت وأذهلت وانقطع منها الكلام. الموقف التي أو المنظر التي رأته كان يعني يدعو إلى هذا يعني الذهول. فمن المحتمل يعني لا أقل على احتمال أنه هو المعني الإمام زين العابدين عليه السلام. رواية أخرى أيضا يرويها صاحب المناقب ابن شهر آشوب عن أحمد بن حنبل، يقول يعني هكذا كان علي بن الحسين السجاد عليه السلام مثقلا بالدرع، وهو الذي قد تسبب في العلة. زين، كنا نعرف لماذا نلبس الدرع؟ لقضية القتال. وإذا أنا ما مثلا عليل أو مريض ولم يخطر في بالي أي نزول في ساحة المعركة، بعد ما يبطل الداعي إلى هذا الأمر.